انهيار قيمة الليرة السورية طال حتى دواء المرضى، فدخل الفرد في سوريا لم يعد يكفي لشراء أدوية قد تخفف بعضا من آلامهم. وضعي والله سيء، وضعي هذا الدوية راتبي 80,000 وهذا الدوية 40,000 ونص الراتب راح، وين أصرف على عجاني، وين أدخن، وين ناكل ونشرب، والله ما في كل شيء. أنا بالنسبة لي عندي بنية كسيحة والدوية ما أقدر عليهن، أولي أشتريهن ب 5,000 ب 10,000 هسه عينا ب 60 وب 70,000 والله وكيلك ما عندي لا فوق لا حلال ولا مال غير الله، وهالراتب الحلو هالراتب هلا 85,000 شي يسوي لي. ارتفاع أسعار الأدوية جاء بعد رفع البنك المركزي السوري لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وتعتمد معامل الأدوية المحلية على المواد المستوردة لتصنيع بعض الأدوية. السبب الارتفاع هو السبب ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي، لأن المواد الأساسية مواد مستوردة، رفعوا سعر الدولار من 2500 ل 4500، وبالتالي أسعار الأدوية مرتبط بسعر صرف الدولار باعتبار جميع المواد الأساسية هي مستورد من خارج سوريا. اثنين، لا يتناسب أسعار الأدوية، رغم أنه أسعار الأدوية عندنا مو كتير غالي بالنسبة للجوار، ولكن بالنسبة لدخل الفرد نسبة عالية كتير. وبحسب النشرة الجديدة للأسعار، تراوحت نسب ارتفاع أسعار الأدوية بين 65% و100%. هذا الارتفاع في أسعار الأدوية قد يدفع البعض إلى التوجه نحو الطب البديل، علهم يجدون ما يخفف عنهم الألم ولو قليلا دون الحاجة لتكاليف لا يستطيعون تأمينها. هجر سيسكا نيوز عربية، القامشلي، شماشق في سوريا.